كنت بتكلم مين في التليفون؟ كنت بتكلم واحدة صاحبتي. وقته انت كمان؟ ايوه، ما هي النسوان اللي بتخلص المصالح دلوقتي. مصالح ايه يا منير؟ وانا ممكن اتمسك بين ثانيه والتانيه. مصلحه تهريبك يا حبيبتي، وبعدين بذمتك مين اللي قال لك 50 مره قبل كده انك لازم تاخدي ديلك في سنك وتهربي وتسيبك من الهم ده كله؟ برافو عليك، طول الوقت بتقطمني في الوقت الغلط بس عشان تثبت لي ان انت صح. لكن انا مش بقطمك، انا كله بفكر فيه دلوقتي ازاي اهربك في مكان محدش يقدر يوصل لك فيه لغايه ما نخلص من المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. انت عايز تهربني عند صاحبتك دي؟ مش بالظبط كده، هي واحده كنت انا اعرفها عندها مكان بعيد وحلو وكنت بروح استجم فيه عندها، فيا دوب لو عندي ناخد دلوقتي المفتاح ونروح لها. بعيد قد ايه عننا؟ ساعه زمن. هم قاموا هناك هم يا ايوه هم. يا مرحبا يا مرحبا، تعالوا تعالوا بس يا نقف هنا. تعالى 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 بنات، تعالى بنات، نزل الشنط دي. خد يا ولد، خد يا ولد، شيل دي، شيل على ما امسك. خد يا حبيبه الشنطه دي، امسك على ما على بالك يا عروس. يا الف مرحبا جميل. يا الف مرحبا. تعالى يا استاذ ممدوح، يا الف مرحبا يا اخويا. اهلا، ده احنا زرنا النبي يا راجل. يا الف مرحبا، اتفضل اتفضل. صلاه النبي صلاه النبي، عفاف كبر ده اهي وبقيت عروسه بصحيح. ميرسي يا انكل. ما تاخذناش يا عويس، طبينا عليك كده المدير معاه. ده 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 وده كلام تقوله يا ممدوح يا ابن عمي؟ انت العيشه في مصر نصة تاكل اصول ولا ايه؟ بيت ابن عمك هو بيتك، تانس وتشرف في اي وقت وتزق الباب برجلك كمان. هو ده العشم والله يا عويس. قول اخبار القطن ايه؟ والله يا ابن عمي الاخبار ما تصرش لعهد ولا حبيب. كده نقول ايه؟ الحمد لله. ايه المحصول قليل ولا حاجه؟ الدوده يا الكاه، دوده على كل شكل وصنف وجيل. ايش الوطع وبيض وفاس وورق متاكل، لهوه سوده. لا حول ولا قوه الا بالله.